شرف لي أن أكون في حضرة هذه الوجوه النيرة والقلوب الطاهرة وبحضرة حملة كتاب الله سبحانه وتعالى وحضرة طلبة العلم. إنه لشرف يتجشم بسببه المصاعب والطرق الشاقة، وهي ليست صعبة والحمد لله. فأحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعني بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم جامعتكم منيعة عظيمة نافعة مباركة، وأن تخرج للأمة الإسلامية أمثالكم علما وصلاحا وقدوة ودعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذه الجامعة والقائمين على الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم كل التوفيق والنجاح، وبارك الله في جهودهم وأجزل الله سبحانه وتعالى لكم ولهم الثواب، والسلام عليكم.